لدى تفضل سموه بافتتاح مشروع مدينة التنين الصينية في ديار المحرق، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن هذا المشروع الكبير هو ثمرة لعلاقات متميزة تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، ونتاج سمعة طيبة لبيئة استثمارية ناجحة تتمتع بها مملكة البحرين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل صباح اليوم بافتتاح مدينة التنين الصينية في ديار المحرق، حيث تفضل سموه بقص الشريط إذانا بافتتاح المشروع، والذي قامت شركة ديار المحرق بإنشائه على مساحة إجمالية تقدر بنحو 115 ألف متر مربع بكلفة 100 مليون دولار، وتضم أكثر من 360 متجرا لمبيعات التجزئة والجملة. وبعد عرض فيلم وثائقي يبرز إسهامات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في دعم العملية الاستثمارية بالبحرين وتشجيع القطاع الخاص على أن تكون له حصة وافرة في النشاط الاستثماري بالمملكة، قام سموه بجولة في أرجاء المشروع. اطلع سموه خلالها على ما تضمنه من مناطق للتسوق ومتاجر متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلية والخليجية، حيث أبدى سموه إعجابه بافتتاح هذا المشروع وتمنياته له بمزيد من التوسع ليستقطب مزيدا من الشركات والمتاجر. وخلال الجولة أكد سموه أن تدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد البحريني، ويعزز من قدرة المملكة التنافسية في استقطاب وجذب مزيد من رؤوس الأموال، ويصب في اتجاه استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق عبد الحكيم الخياط عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضله بافتتاح مشروع مدينة التنين الصينية، مشيدا بما يليه سموه من دعم متواصل لكافة المشاريع التنموية في مملكة البحرين وتوجيهات سموه لتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص وتشجيعه على إقامة مشروعات تنموية تخدم وتحفز الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات أعلى من النمو.
أزفت اللحظة التي أذنت لمدينة التنين الصينية فتح أبوابها استعدادا لتلبية الثقافات الشرائية المتعددة لكل من ستقوده قدماه نحو التسوق داخل هذه الحلة التجارية من داخل البحرين وخارجها. موقعها المتميز المطل على ساحل الخليج العربي اكتملت جماليته ببنية تحتية وتصميم بناء حاكت الحداثة بهندسة عصرية لازمت جميع المرافق التي اعتمد في إنشائها أرقى المعايير والمقاييس الدولية. خصصت نسب لأن يأتي المستثمر البحريني ويستثمر في هذا في هذه المدينة ليتعرف ويدعم منتجاته ويقدم منتجاته سواء للصينيين أو الزائرين من الخليجيين أو غيرهم من المهتمين بهذه المدينة. لا شك أن هناك سيكون تعاون كبير بين الصينيين والبحرينيين، خلق فرص جديدة، الارتقاء بمعنى التعاون. 100 مليون دولار أمريكي كانت كفيلة في ولادة مدينة التنين الصينية لتترعرع داخل مساحة إجمالية قدرت بنحو 115,000 متر مربع، وبمساحة بناء زادت عن 56,000 متر مربع ليتم احتواء ما يفوق عن 750 متجرا لمبيعات التجزئة والجملة. طبعا لم نكن لنتواجد في البحرين عبر بضاعتنا هذه لولا ما يتميز به الاقتصاد البحريني من متانة وقوة، فهو اقتصاد يفتح ذراعيه لجميع الاستثمارات الأجنبية. مجمع تجاري هو الأول من نوعه في المنطقة لم يكن ليرى النور لولا ما تبدع في انتهاجه الحكومة من آلية عمل مبرمجة ترمي إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال سعيها المستمر إلى تنويع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال لتعزيز قوة ومكانة البحرين الاقتصادية كسوق مفتوح تتعدد فيه الخيارات التجارية ما من شأنه جلب المكاسب لصالح الوطن والمواطن. مدينة التنين بتعطي بعد جديد للاقتصاد البحريني، يفتح لنا مجال أكبر. يعني الكل يعلم أن الصين اليوم تلعب دور مهم في تزويد كافة دول العالم بالمنتجات الاستهلاكية، وإحنا بوجود هالمشروع في البحرين استقطبنا المنتجات الصينية للبحرين، سهلنا على التاجر البحريني أو المستهلك البحريني في المقام الأول والخليجي أيضا من الدول المجاورة، بأن بدل يتعنى ويروح للصين يكون موجود كل شيء تحت يعني قرابة منه في البحرين. 500 شركة تجارية ستتنافس فيما بينها لجذب ما أمكن من المستهلكين الذين سيستغرقون وقتا لا بأس به في اكتشاف المنتجات الصينية التي أثبتت جودتها على ساحة السوق العالمي. العام 2002 بداية الفكرة، العام 2012 جدية الفكرة لتتبنى ترجمتها على أرض الواقع سنة 2014 ليشهد بعدها العام 2015 هبوط مركبة التجارة الصينية هنا في البحرين ناقلة على متنها مدينة استثمارية حطت بمكوناتها الاقتصادية المتنوعة لتؤكد جدارة البيئة الاستثمارية التي برعت في تنسيقها المملكة. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.